أهلا بكم إلى موجز أخباري الآن. أغلقت صناديق الاقتراع في الاستفتاء الذي نظمه إقليم كردستان العراق بشأن الاستقلال، وقد بدأت على الفور عملية فرز الأصوات، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الاثنين، وستصدر النتائج النهائية خلال 72 ساعة. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 75% قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع. صوت البرلمان العراقي على مسودة قرار يقضي بإغلاق جميع المنافذ البرية مع إقليم كردستان وفصل أكراد يعملون في الحكومة ونشر قوات في مناطق النزاع مع الأكراد، وذلك في إطار خطوات للرد على استفتاء الاستقلال الذي نظمته حكومة كردستان العراق. وألزم البرلمان رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في كل المناطق المتنازع عليها مع الأكراد، ومن المنتظر أن تتم صياغة هذا القرار قبل التصويت النهائي عليه في جلسة الأربعاء المقبل. وأعلنت إيران أن الحدود البرية مع كردستان العراق لا تزال مفتوحة، لتتراجع بذلك عن تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة الخارجية. وأشار بيان لوزارة الخارجية الإيرانية إلى أن المجال الجوي فقط مغلق بين إيران وكردستان. قال مراسل أخبار الآن أن الطائرات الروسية ارتكبت مجزرة بحق أهالي جسر الشغور، راح ضحيتها 15 مدنيا مع إصابة نحو 30 آخرين إثر حملة قصف شنتها المقاتلات الحربية على المدينة، وبأكثر من 10 غارات متتالية إضافة لعالقين تحت الأنقاض. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت مواقعها قرب معمل غاز كونيكو بريف دير الزور الشرقي. وصرحت قوات سوريا الديمقراطية بأن قصف الطائرات الروسية لمواقعها في الحقل النفطي تسبب بإصابة 6 مقاتلين. توفيت المصرية إيمان عبد العاطي التي لقبت بأسمن امرأة في العالم يوم الاثنين في مستشفى برجيل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. ونقلت صحيفة البيان عن إدارة المستشفى أن الوفاة جاءت نتيجة صدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي. وكانت إيمان تعالج في المشفى تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيبا من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات. شهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي ذاتي القيادة، وهو الأول من نوعه في العالم، وذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لحكومة دبي عبر موقع تويتر. ويتسع تاكسي دبي الجوي لشخصين ويتسم بفخامة التصميم، كما أنه قادر على الطيران لمدة 30 دقيقة وبشكل متواصل وبسرعة تصل إلى نحو 100 كيلومتر في الساعة. إلى اللقاء.